سيدتي تنشر حصاد الوسط الفني في عام 2016 الذي كان مليئا بالأحداث الفنية السعيدة والحزينة، تنوعت بين زواج وإنجاب أو طلاق ورحيل لنجوم في العالم العربي. الله أكبر. من النجوم الذين غادرونا النجم المصري محمود عبد العزيز والموسيقار اللبناني الكبير ملحم بركات والمخرج السينمائي محمد خان والممثل فؤاد بخش والفنان أحمد راتب. بدي يموت بالآخر، يطول بعمرك، حدا بدي يعيش كثير، ما حدا يعيش 1000 سنة، بدي يموت. وهناك نجوم احتفلوا بزواجهم هذا العام، ومنهم حسن الرداد وعروسه إيمي سمير غانم. أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي. ما هم الزفت اللي بتشربه يا كابتن مو، والله حرام. عمرو يوسف وكندا علوش بعد أشهر قليلة من انفصالها عن زوجها السابق الكاتب فارس الذهبي. يا ريتني عرفتك من زمان، جايز ما كانش حصل لي كل ده، كنت انت بقيت أول راجل في حياتي. ولم تكن هذه هي حالة الطلاق الوحيدة هذا العام، حيث أعلنت دولي شاهين انفصالها عن زوجها المخرج بخوس علوان. وعلى نفس الدرب سار الفنان حسين فهمي وانفصل عن زوجته السعودية رنا القصيبي. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. العام لم يخلو من الأخبار السعيدة لبعض الفنانين والنجوم، حيث استقبل الفنان صابر الرباعي مولوده الثاني أمير، بينما استقبل الفنان وائل كافوري ابنته الثانية ميلانا. كذلك أنجبت الفنانة مريم فارس مولودها الأول. والثواني قلبي بيطمن علي. أما على مستوى الحركة الفنية لنجوم الغناء العربي فجاء على رأسها ألبوم كتاب الحب للقيصر كاظم الساهر، كما أطلق الفنان محمد عبده ألبومه يا راحلة، كما أطلقت أصالة ألبومها الخليجي وعلق الدنيا، وإليسا بألبوم سهرنا يا ليل، كما طرح الهضبة عمرو دياب ألبومه أحلى وأحلى، إلى جانب جواد العلي الذي أطلق ألبومه متى تشتاق، وتامر حسني بألبوم عمري ابتدى. عمري ابتدى من